أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دوما ودائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. عمت مساء، مساك الله بالنور والسرور يا فهد، حياك الله والساعة المباركة. واليوم طبعا راح نتكلم عن مجلة الرياضي يونيو 1999، الدورة العربية الكويت بين جرح المشاركة وعزة المقاطعة، الحكمة بطل آسيا، أكيد بسلة أي الظاهر أي اللبناني، والزمالك بطل مصر، محمد أديلم أخطأت بحق النصر، سيدني 2000 في المباراة اللهب فوز كويتي من ذهب، مباراة اللهب أكيد في فرج ذهب. طبعا الجيل اللي ظهر يعني في سيدني 2000 هو جيل جميل جدا، لكن للأسف إنه ما صار معاه استمرار في أغلب نجومه. الجيل حصل هناك ظهور لنجوم، لأن الأساس اللي قام فيه المدرب ميلان ما شاء الله أساس صحيح، أشرك لاعبين صغار بالسن مع المنتخب الأول، فلما تم إسناد المهمة لهم في مع المنتخب الأولمبي كان عندهم شوية من الخبرة، يعني تكلم عن بشار عبد الله، فرج لهيب، ناصر العثمان، ناصر العمران، صالح البريتشي، شهاب كنكوني، بعد منهم اللاعبين كانوا موجودين، كان موجودين مجموعة من اللاعبين، عادل عقلة لعب وياهم، حمد طيار، هذيلي بالسابق كانوا يلعبون مع منتخبات مع أنديتهم ومع المنتخب الأول، صحيح. فلما شاركوا مع منتخب الأولمبي كان لهم حضور ولهم تواجد، يعني ما تفاجأوا باحتكاكهم الرسمي على المستوى الدولي. قلب منتخب الكويت الأولمبي لكرة القدم كل توقعات السوريين في الداخل والخارج، اللي راهنوا بفهد على فوز منتخبهم على نظيره الكويتي في مباراة الأياب التي جرت يوم 25 من مايو عام 99 على استاد محمد الحمد بالكويت، عندما هزمه 3-2، فتبخرت أحلام السوريين بالتأهل إلى الدور الثاني من التصفيات والتي داعبت عيونهم طويلا. في المباراة اللهب والنتيجة العجب فوز كويتي من ذهب. طبعا المباراة هذه قيمت على استاد محمد الحمد بنادي القادسية وحضور جماهيري يعني جيد جدا. احنا في سوريا فزنا عليهم 1-0 ايضا، وهني فزنا عليهم 3-2، احرزوا شفرت جلهيب هدف وبعدين تقدموا هم بهدفين علينا ببدايه الشوط الثاني، لكن ناصر العمران نجم نادي كاظمه احرز هدف جميل جدا اعاد في موازين المباراه، بعدها في هدف ملعوب، يعني تخيل الكره تنتقل من حمد طيار خالد عبد القدوس لبشار عبد الله الى فرج لهيب اللي كان في قمة مستواه في هذه التصفيات وأحرز هدف جميل جدا، فزنا فيه على سوريا. المجموعة ضمت سوريا وعمان اللي تعادلنا معهم 2-2 هناك أعتقد، وفزنا هني بالكويت أعتقد 2-0 أو 3-0. طبعا لم يكن الإبداع الكويتي والخطورة اللي شكلها الرباعي بشار عبد الله والهداف فرج لهيب وعادل عقلة وناصر العثمان لوحدهم من فعل يعني فعله في المنتخب السوري، وجعله يخسر، وهو الذي صعد طموحه إلى الأوج بعد فوزه، طبعا بعد فوز سوريا في محطته الثانية على منتخب عمان 5-1 بعد خسارته في دمشق أمام الكويت 2-1. لعبت عوامل أخرى دورها في هذه الخسارة بعيدا عن الأخطاء الفنية التي وقعوا فيها، أولها اعتقاد السوريين إداريين ولاعبين وجماهير أنهم يواجهون أزرق الكويت الكبير صاحب السمعة واللمعة والانتصارات الخليجية وغيرها، هذا الاعتقاد بفهد لازمهم في المباراة الأولى والثانية أمام أزرق الكويت الأولمبي الذي اجتاز نفق السوريين وضمن لنفسه مكانا في الدور الثاني من التصفيات بعد فوز التاريخي الذهب. طبعا احنا تهنا على المجموعة هذه، ضمت ويانا عمان وسوريا، واعتقد انه في فريق ثالث والله ما اذكر، بس نعم. فزنا وتهنا للدور الثاني وقابلنا السعودية وقطر الكويت والسعودية وقطر اعتقد، وقدر منتخب الكويت يتأهل بكل جدارة الى أولمبياد سيدني 2000. بس رأيك نطلع فاصل غازي ونتابع بقية الحلقة؟ أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا، فاصل قصير راجعين لكم. أعزائي
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا. وإحنا في البارت الأول كنا ولا زلنا مع مجلة الرياضي، وكان هناك تغطية عن فوز منتخب الكويت الأولمبي على منتخب سوريا في مباراة جميلة جدا، في جيل جميل جدا. أنا اللي عاجبني بالمنظر الفريق هذا أبو غازي، إن مجموعة من الشباب كانوا أساسا قبل يعني لعبوا مدة سنة أو سنتين مع المنتخب الأول، فلما دشوا مع المنتخب يعني تكلم عن بشار عبد الله يمكن صار أربع سنوات، لكن بشار قدر يقود هالمجموعة هذه بعقليتهم يعني هو يعني مقارب لهم بالسن حيل يعني. وبشار كان متشبع كرويا وكان في قمة مستواه، فكان يقود هالمجموعة هذه مع مجموعة من اللاعبين. طبعا مفهد سوريين طبعا تفاؤلهم جاي يعني باستشهادهم، استشهدوا بالتاريخ وكأنهم أرادوا إعادة كتابته في الكويت يوم خسروا في دمشق 1-3 وفازوا بالكويت بذات النتيجة عام 84 عام 83 إيه التصفيات لوس أنجلوس 84 بس المباراة خلصت 4-3. طبعا هدف كويتي أول سجله المبدع فرج لهيب قبل انتهاء الشوط الأول بدقيقتين، هذا طبعا الهدف الاول. وفهد يعني حتى يقول لك الشوط الاول ما هاجم منتخب سوري الا مرتين، عفوا ما هاجم طبعا عكس طبعا ما هاجم منتخب الكويتي قصد الا مرتين يمكن طبعا، فكان له وقع السحر على الازرق الذي قبل يعني بالضغط السوري في الشوط الاول ولم يهاجم سوى مرتين، يعني سوريا كانوا ضاغطين. لكن الشوط الثاني شاهد مد كويتي، ذلك المد خلصه السوريين بهدف سجله حسان إبراهيم برأسه معلنا التعادل بدقيقة 14، وعاد بايزيد ليسجل هدف التقدم السوري. بايزيد بعد دقيقتين من هدف مواطنة حسان، فطار السوريون فرحا واعتقدوا أن المباراة في جيبهم وأنها ستنتهي لصالحهم 2-1. هدف بايزيد كان فعلا حسنا على الكويتي طبعا المالك العزيمة والإصرار والروح الجماعية. طبعا ومع العطاء الكويتي سدد البديل ناصر العمران كرة من بعد 25 ياردة سكنت المرمى السوري معلنة التعادل 2-2. وفي لحظات طبعا كبر حلم الأزرق، وفي لحظات أيضا تحول الحلم إلى حقيقة ونام الحلم السوري على تراث خسارة المعتادة أمام القدم الكويتية عندما طرد الحكم الياباني المنصف مدافع منتخب سوريا مهند الشيخ، فازدادت الهجمات الكويتية خطورة ومن واحدة منها شكل عقلة وخالد عبد القدوس وبشار عبد الله ثلاثية متفاهما عزفوا سيمفونية كروية عالية الجودة والقيمة، اختتمها فرج لهيب بهدف ثالث وفهد أخيرا في الشباك السورية معلنا فوز الأزرق وأيضا تأهله غير الرسمي إلى الدور الثاني من تصفيات سيدني 2000. وبهذا الفوز الصعب رفع منتخب الكويت رصيده إلى 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات مقابل 3 نقاط لسوريا من 3 مباريات ونقطة واحدة لمنتخب سلطنة عمان من مبارتين. طبعا يعني هذا كان شوف بغازي الجيل هذا جيل ذهبي بالنسبة لي، يعني جيل ذهبي على 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 على, على المجموعة اللي ضمت. يعني أنت تتكلم عن بشار عبد الله، فرج لهيب، خلف سلامة كمل وياهم بالنهائيات لعب وياهم، اتكلم عن بدر الشمري، اتكلم أيضا عن ناصر العثمان، ناصر العمران، صالح البريتشي، حمد طيار كمل وياهم فيما بعد، ناصر السوحي يعني مع الفريق الأول، ناصر السوحي، أحمد موسى، محمد شراق كمل وياهم بعد دش وياهم، محمد شراق النجم الأنيق نجم نادي العربي، بعد مجموعة من اللاعبين سبحان الله انهم ما استمروا مع بعض. يعني الفريق هذا او الاسماء اللي ذكرتها مع الجيل اللي قبلهم جيل بدر حجي والمجموعه اللي وياهم هاني الصقر وش اسمه وعصام سكين وجاسم الهويد وعبد الله بران، لو مكملين وياهم كانوا يحققون انجازات، لكن صار تصادم بين الاجيال بين جيلين، هذا اثر على مستوى وكان هناك تشتت اداري وصراحه هو اللي ضيع هالمجموعة هذه. نعم صحيح. وصلنا التجوري بغاز. التجوري صورة فرج لهيب صاحب الهدفين في المباراة. يستاهل فرج لهيب من نجوم المميزين اللي صراحة أنا أعشقهم وأعشق لعبهم، شخص مبتسم دائما،
صاحب أهداف جميلة جدا، تعرض لإصابة أثرت على مستواه، لكن رجع في مباراة ماليزيا أذكرها وأحرز هدفين يومها بعد الإصابة اللي جاتها. يعني إصابة كانت يمكن أثرت على مستواه فيما بعد، يعني أنا فرج لهيب كان يلعب بعد الإصابة بربع مستوى صراحة. أعزائي المشاهدين، وصلنا نهاية حلقتنا. لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أني أشكركم على المتابعة وأشكر زميلي فهد عبد الجليل. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة. Thank you.